على جلب المنفعه ومفيش داعي للمجازفه دي. انت بتقول كده لانك ما دقتش طعم الحرمان من الخلفه. لكن دقت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما اتحرمتش منها. مفيش امر من الحرمان مضنا. كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك وراجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين. مشكلين ازاي؟ تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحت بال، يبقوا كام؟ يبقوا 24. وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال واحد صحة. ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حكمته كده يا أخي، يعني ما سعاش. اسعى فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة.